أستاذ دكتور فؤاد الصلاحي الناشط والمحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. والزائر الأيام قلائل للقاهرة، أهلا أي بيك. أهلا وسهلا. حقيقة الوضع في اليمن مثير للاهتمام والاستياء أيضا، يعني لما نعرف بعدد القتلى والمصابين اللي حصل امبارح نستشعر خطرا وسوءا، ونسأل الأوضاع في اليمن كيف تتوقعون أن تسير؟ طبعا ما حدث بالأمس في مدينة تعز أمر مأساوي جدا في إطار مسار الثورة التي رفعت شعار أنها ثورة سلمية، والهدف منه كان يراد بالانزلاق إلى أعمال عسكرية تنحرف بأهداف الثورة، بدءا من الصراع بين الرئيس والشيخ اللي هو شيخ قبيلة حاشد الشيخ الأحمر، وهو الصراع كان يعرف بهكذا تسمية، هو شيخ القبيلة التي ينتمي إليها الرئيس علي عبد الله صالح. سموه صراع الرئيس والشيخ. والشيخ بالضبط. هذا الصراع كان يهدف يراد منه إدماج القبيلة ضمن مشروع عسكري ينحرف بالثورة السلمية نحو أهداف أخرى، لأن الثورة تريد تغيير النظام برمته، لا تتعامل مع الأشخاص ولا مع القضايا الآنية. ومن ثم فإن مثل هذا الصراع سيجر البلاد إلى حرب أهلية، خاصة ونحن نعرف أن البلد مسلح وأن هناك اعتبارات وحساسيات عديدة في هذا السياق. يعني حضرتك بتقول أنه في محاولات لدفع الثوار لاستخدام السلاح لتصبح المواجهات مسلحة، لدمج القبيلة في مشروع عسكري، باعتبار أن كثير من رموز القبيلة أيدوا الثورة السلمية الشبابية، ومن ثم فدفع في صدام عسكري، دفع القيادات القبلية للصدام العسكري يقدم على أن القضية ليست ثورة سلمية، أن هنالك طامحين بالسلطة، وأن مسألة تمرد، وأن هؤلاء المشايخ أو القادة العسكريين فقط تخبأوا ضمن بنية الثورة الشبابية السلمية، والأمر ليس كذلك. ونحن نعلم أن مزيد من السلاح في الداخل اليمني سيؤدي إلى حرب أهلية، خاصة وأن هناك مشكلة معلقة في الشمال في صعدة وأخرى في الحراك الجنوبي في عدن، الأمر الذي يعزز من خيارات النظام الذي يريد أن يدفع بهذا الهدف الرئيسي للثورة الشبابية. أنه هناك كثير من المبررات الموضوعية والذاتية والسياسية والاقتصادية بضرورة التغيير نحو الأفضل عبر بناء دولة مدنية يتولى الشباب الدفع بعملية الاعتصام والمظاهرات لتغيير النظام سلما، لكن القبيلة لا تعرف يعني منطقة السلاح. دكتور فؤاد، وكأنك بتقول لي أنه شعار سلمية هو الشعار الذي بات مخيفا الآن، هو اللي بيعطي حصانة للثور، هو الذي يريد الحكم في اليمن أن يجرد الثورة منه. صحيح صحيح، هذا تماما، وأنا أوافق على هذا الرأي، لأنه خلال 120 يوم من الثورة حتى الآن لم يرتكب الشباب أي فعل عسكري، وكان المستغرب لسببين: أن هذا البلد المسلح كله خلال 120 يوم ينضم القبائل، يأتوا من الريف تاركين أسلحتهم إلى ساحة التغيير بقيادة الشباب من الفئة الحضرية، وكان الناس منبهرين، ما هذا الاصطفاف الاجتماعي الجديد الذي حصل في اليمن؟ كان التصور السابق أن النظام قدم اليمن بأنه مجتمع قبلي متخلف يمتلكون الأسلحة يتقتلون في البيوت، وهذا غير صحيح. نحن شعب لدينا حضارة سابقة، لدينا ثقافة، هناك نشاط حداثي داخل البلد، هناك حركة تعليمية، ومن ثم فحضور القبائل إلى ساحات التغيير في المدن اليمنية عبر 17 مدينة قدم صورة غير مألوفة للمشاهد العربي والأجنبي، كيف لهذا الشعب أن يعتمد ثورة سلمية وببضاء وهو يمتلك 60 مليون قطعة سلاح؟ 60 مليون قطعة سلاح في, في, في أقل التقديرات، أنه هنالك لكل مواطن يمني 3 إلى 4 قطع مثلا، مع أنها قد تكون أقل أو أكثر، ولكن هذا الاستقطاب الاجتماعي الرائع في المدينة اليمنية من الشباب الريفي والحضري من القبائل والمدنيين من العسكر والقضاء ومن مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية عبر إعلان ثورة سلمية، هذا أقلق النظام كثيرا. كيف لهذه التناقضات بعد قوى قومية ويسارية وإسلاموية تعمل مع بعض في نسيج واحد نحو تحقيق هدف؟ من أول من تنبه لمسألة السلاح؟ يعني هل هم القبائل اللي قالوا يجب أن ندخل المظاهرات في ساحات التغيير دون سلاح، ولا هم النشطين القائمين على المظاهرات؟ الشباب اللي طرحوا الفكرة من البداية، وعززتها قوى العمل الحزبي المشروعة في الساحة اليمنية، بأنه إذا 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 اعتمد الشباب الأسلحة سيكون المعادلة الطرف الأضعف، لأن النظام لديه قوة أكبر منهم 10 مرات. ومن ثم العمل المدني هو عمل يستند في قوته على البعد المعياري والأخلاقي،
ومن ثم قوته في الأهداف التي يعلنها وليس في الوسائل والتكتيكات، ومن ثم قوة الطرح المدني الحزبي في الساحل اليمني بأننا نريد تغيير النظام كامل لأسباب دوره في الفساد ودوره في إضعاف البلد دوره في كذا إلى آخره، الأمر الذي يعطي قوة معيارية في الداخل والخارج بأنه حق لهذا البلد أن يطمح إلى أن يكون دولة مدنية متطورة. دكتور فؤاد، تصاعد الأحداث في اليمن يعني يخيفنا في الخارج على الأقل أنه التمسك بسلمية المظاهرات قد يستمر، بمعنى مع تساقط عدد أكبر من القتلى والجرحى والمصابين يستفز مش بس المتظاهرين، يستفز حتى المحللين في التلفزيون. يعني وأنا أتابع الشأن اليمني على شاشات التلفزيون بدأت أستشعر تلك النبرة المختلفة المغيرة اللي بيبتدي المحلل إيه، وحتى لو استخدمنا السلاح فهو دفاع شرعي عن النفس. يعني أصبح التوجه إنه يجب الرد. الاستفزازات اللي تعرض لها الشباب في ساحة التغيير ومزيد من القتل والقتل اللامحدود في صنعاء وتعز وعدن وكل المحافظات خلق هذا الفكر لدى بعض القطاعات الشبابية التي تتميز بالعنف، وهم يقولون نحن نستطيع أن نستخدم السلاح وبدلا من أن نستمر أيام طويلة لنحسم المعركة في أيام قلائل عبر نحن الأغلبية في الساحات، هناك أكثر من 5-6 مليون في الساحات اليمنية كلها، إذا ما حملوا السلاح ممكن تنتهي ولكن ستكون كلفة البشرية عالية جدا والتدميرية الاقتصادية كبيرة جدا. لكننا نريد أن نقول أن مسلكنا الحضري والمدني ربما يشكل بداية طريق لتأسيس المشروع القادم إذا اعتمدنا الخيار السلمي من الآن، سنؤسس على ضوئه قيما ومعارف وآراء تشكل مسارا لتوجهة الدولة القادمة. لا نريد أن نعتمد العنف كما حصل في مرحلة السبعينات في الشمال وفي الجنوب، لاحظنا هنا 5 انقلابات في الشمال ونظيرها في الجنوب واحترابات بين الشطرين ثم احتراب 94 بين رفاق دولة الوحدة نفسها. الأمر الذي نريد أن نخرج من أسر التاريخ اليمني المسلح الذي كنا كل 7 سنوات نعاني من دورة عنف من عام 48 إلى الآن، كل 7 سنوات بالضبط، 5 إلى 7 سنوات هناك دورة عنف من 48 إلى 56 إلى 62 إلى 67 باستمرار. تستمر قد إيه بقى دورة العنف؟ دورة العنف تستمر أيام قليلة ولكنها مدمرة. يعني مثلا أعلنت الوحدة عام 90 سلما وقامت الحرب 94 استمرت 70 يوما ودمرت مكتسبات ما أنجزناه تماما، ثم استمرت 5 أو 6 سنوات وبدينا نلاحظ حرب في شمال اليمن، ثم هناك حراك في الجنوب وكان هذا الحراك هو حركة مدنية سلمية تطالب بتصحيح مسار الوحدة وإعادة الأفق الإنساني لهذه الدولة المدنية الجديدة في إطار أن حرب 94 نتج عنها منتصرا ومهزوما، فأحدث شرق في الشخصية اليمنية الوطنية مع أن إعلان الوحدة كان إعلانا سلميا بخيارات الطرفين. نحن إذا نقول أن الدفع بالشباب إلى الاقتتال والدفع بالشباب إلى حمل السلاح أنا لا أدعو إلى هذا النموذج، ولكن ندعو من لمزيد من التصعيد السياسي المدني الأمر الذي يؤدي بهم إلى فرض واقع سياسي جديد للتغيير السياسي. في جزئية مهمة جدا مهمة بالنسبة للمعادلة داخل اليمن وخارج اليمن، يعني محليا وإقليميا ودوليا. النظام الحاكم في اليمن دائما يركز على جزئية أنه إن نجحت الثورة ورحلة علي عبد الله صالح سوف يوقع اليمن في براثن القاعدة، وهذا غير مقبول لكل الإقليم الخليجي، دول الخليج ولا دول العالم وتحديدا أمريكا، وبالتالي هذا الكارت يبدو أنه ذو حيثية وقوة كبيرة جدا في المعادلة. صحيح، والأخ الرئيس علي عبد الله صالح منذ 3-4 أيام أعاد التحذير، وكانت رسالتي موجهة إلى الأمريكان والأوروبيين خصوصا بأنه إذا ما رحلت عن السلطة تستملك السلطة تنظيم القاعدة في اليمن، ونحن نعرف أن تنظيم القاعدة في اليمن أصبح تنظيما قويا بعد اتحاد مجموعة القاعدة اللي في اليمن والجزيرة الحربية والسعودية في تنظيم واحد برئاسة يمني، وأن هنالك كثير من العملية زي الفاروق عبد المطلب بتفكير الطائرة والطرد المفخخة، بمعنى أنه نحن إذا تنظيم في اليمن فاعل وقوي، وهذا التخويف منه أيضا لكن غير صحيح وغير دقيق، لأن التخويف منه كان هذا التنظيم يستغل الفراغ الأمني السائد في البلد وضعف الدولة وهشاشة الدورة الإنمائي والأمني داخل البلد، الأمر الذي مكن هذا التنظيم من وجود سياق اجتماعي حاضر له في إطار الثقافة السلفية والثقافة القبلية الداعمة، وفي وجود فراغ أمني كبير داخل البلد، هنالك كثير من المحافظات الشرقية والتي يعني إذا كنت تصدق على يعني أو تعتقد أن في مبررات لهذا النظام، ما هو السيناريو البديل؟ يعني الثوار كيف يردون على هذا؟ أنا لا أتفق أنه التخويف
الحقيقة هذا هذا المبرر قاله النظام في سوريا وليبيا وفي مصر حتى في مرحلة سابقة واليمن وإنه يا إما النظام يا إما القاعدة. من قال هناك خيار الثالثة ورابع بأن هناك قوى مدنية في الساحة قادرة على ملء الفراغ هذا وأن هذه المجموعات نستطيع أن نتعامل معها ثقافيا وسياسيا بل وأمنيا بطريقة أفضل مما هي عليه الآن. فقط هو نوع من الابتزاز للسياسة الأمريكية بالدعم. وهناك قوى إقليمية بالذات حدود محددة لليمن وهناك دول تدعم التيارات السلفية التي تغذي هذا التنظيم لديها مصالح معينة ضمن أجندات. حتى السياسة الأمريكية نفسها ليست بالجادة في محاربة تنظيم القاعدة حقيقة لأنها لو كانت كذلك لا كانت تعالجه بأسباب اقتصادية أكثر منه أسباب أمنية تماما. ومن ثم فن التخويف بتنظيم القاعدة وهو موضوع السبب الذي جئت من أجله إلى القاهرة لحضور مؤتمر حول تنظيم حول مستقبل تنظيم القاعدة بعد بن لادن وأنا مقدم ورقة ما الاستشراف المستقبلي، هل موت الزعيم يعتبر موت للفكرة والأيديولوجية أم أن المسألة ترتبط بمسارات أخرى الحركة لها قيادة محلية وهناك أسبابها الموضوعية وهو ما سنتناوله غدا في المؤتمر. ولكن أنا من الذين يؤكد أن هذا التنظيم إذا هنالك دولة مدنية ديمقراطية سيتقلص لأنه خيارات الثورة السلمية وعدم اللجوها إلى العنف تخلق ثقافة داخل المجتمع لا تحبذ الفكر الجهادي ولا الفكر السلفي داخل وهما نريد أن نعززه بالدولة المدنية وقيمها ومنظومتها الثقافية. أما النظام العسكري بس هذا الكلام لا يعبر عن كل أطياف اليمن، يعني هذا كلام يعبر عن بعض الآراء السياسية الموجودة، إنما على الأرض هناك آراء ربما تكون مخالفة لهذا الرأي. لا، القوى السياسية كلها هي مؤكدة على أن الخيار السياسي السلمي هو الأفضل وأن هذا التنظيم القاعدة ليس حقيقة بعبع كبير نستطيع أن نتعامل معه من خلال أجندات سياسية وأمنية وثقافية. وهم مجموعات من الأفغان العرب الذين عادوا إلى اليمن في السابق واستمر تكوينهم، لكن التعامل الأمني يخلق ثأر مزيد من الثأر والانتقام لدى هذا التنظيم ويستفيد من البيئة القبلية الحاضنة له. لكن ليس بهذا التصور. أين هو دور الدولة المدنية باليمن التي تستطيع أن تضبط وجودها السياسي ضمن جغرافيتها وسيادتها؟ هذا أمر الآن نحن نعاني من فراغ أمني كبير وقاتل. هنالك حركة لهذا التنظيم في 5 محافظات على الأقل أو 7 محافظات دون رقيب من الدولة، بل أن قوى المعارضة الحزبية المعلنة في اليمن والمشرعنة تتهم النظام بأنه هو الذي يحرك هذا التنظيم. ربما قد لا نكون متأكدين منه ولكن هذا خطاب قائم من القوى السياسية الحزبية بأن النظام السياسي يستخدم هذه الورقة إما للابتزاز السياسة الأمريكان والدعم الغربي له أو أنه يلوح للتخويف في الداخل لأن المواطن يعمل مقايضة بين استقراره وأمنه ووجود الرئيس أو بوجود تنظيم آخر قد يفرغ البلد من الاستقرار والأمن. نعم دكتور فؤاد، سؤالي الأخير أو المحور الأخير له علاقة بالمستقبل، يعني الأوضاع في اليمن تمتد يوما بعد الآخر أسبوعا بعد الآخر وعناد السلطة أيضا يمتد أياما وأسابيع وشهور، إلى ماذا سيؤدي هذا العناد في وجهة نظرك؟ أنا عندي الجزم بالقضية بأن التغيير آت لا محالة في اليمن، سواء حتى لو تأخرنا 2 أو 3 أشهر أخرى سيكون هنالك تغيير في بنية النظام السياسي وأيديولوجي وتوجهاته على مستوى الداخل والخارج، وهذا أمر أصبح محتوما وأن الشباب في الساحات لديهم استعداد لتقديم آلاف الضحايا لأننا لم نعد نستطيع أن نعيش ضمن نظام سياسي أفسد علينا حياتنا ودمر مرتكزات بنية الدولة ومنظومتها القيمية التي نحلم بها منذ سنوات ونكتب وندعو إليها، الأمر الذي نريد أن ندخل اليمن إلى مساق الحضارة العالمية كشعب متمدن قادر على العطاء الثقافي والمادي. لكن هنالك قوى لديها مصالح سياسية واقتصادية ترتبط بأجندات إقليمية ودولية ونحن نعرف أن هنالك كثير من الأجندات الإقليمية والدولية لا ترغب باستقرار داخل اليمن وهنالك قوى إقليمية مجاورة اليمن لا ترغب بثورة في اليمن أصلا لأنها ربما تمتد إليها. ومن ثم هذه الدول الإقليمية حاربت منطقة الثورة في اليمن في عام 62 وحاربت منطقة الثورة في الجنوب والتوجه الاشتراكي وحاربت منطقة الدولة المدنية لأنها تقدم نموذجا بدولة دينية. ونحن نستطيع ولدينا القوة البشرية والمادية ولدينا المشروع الفكري والسياسي لنقدم نموذجا لدولة مدنية في شبه الجزيرة العربية.
دكتور فؤاد الصلاحي، البروفيسور وأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء والناشط السياسي أيضا، أشكر وجودك معنا. والمسألة اليمنية قد تستدعي حلقات موسعة، ليس فقط لأهمية ما يحدث في اليمن، ولكن لأن المنطقة والإقليم أصبح الآن مترابطا ومرتبطا أكثر مما كان عليه قبل. شكرا جزيلا.